أنت هيتي؟ جيد؟ لا أريدك أن تعرفي أين العلبة. حسنا، سأخلطها أنا قليلا. تايلر، لما هذا الخاتم مميز بالنسبة إليك؟ إنه مميز لأن ستيفن اشتراه لي من إيرلندا، ويظهر أن قلب المرء مشغول. ومنذ متى وهو معك؟ من بضعة أيام. بضعة أيام، حسنا، أرجو أن تنتبهوا الآن. أنا قمت بخلطها وأنت قمت بخلطها، ومن المستحيل بالنسبة إلينا أن نعرف أي علبة تحتوي على الخاتم. بعد قليل سأطلب منكما أن تتقدما، وسأمد يدي هكذا، وليعطني كل منكما علبة. أريدكما أن تنظرا إلى العلب وتشعرا في قلبيكما أي علبة فارغة، وحين تريدان ليعطني كل منكما علبة. حسنا. مباشرة، ممتاز ممتاز. إذن تشعران أن هاتين العلبتين فارغتان، وأن العلبة على الطاولة فيها الخاتم، صحيح؟ صحيح. هذا خيارك. هذا خياركما، هذا خياركما. هل فتحتها ونظرت إلى خاتمك؟ ابحثي في الأسفل، في الأسفل. إنها فارغة. حسناً، تعاليا معي، تعاليا إلى هنا، يمكننا العثور على هذا. تريان ألاف الأقفال، ابحثا عن قفل تايلر وستيفن، S و T، ابحثا عنه. هنا، هنا، تعاليا من هنا، واسمحا للكاميرا بالدخول، إنه على القفل. واو. لا. هل تريان هذا؟ أحرفك الأولى ستيفن؟ ستيفن أنكر، إنه ستيفن. وأنت؟ أجل. هذا قفل رقمي. متى عيد ميلادك ستيفن؟ الثالث من مارس. الثالث، 03. وأنت تايلر؟ 14 من مارس. إذا عيد ميلادكما هما 0314، صحيح؟ 0314. اصمت. انتظر. يفتح القفل. يدك تايلر؟ تفضلي انظري. وليس لديكما قفل، صحيح؟ هذا قفلكما الآن، وسنعيد قفله هنا، وسيبقى هنا للأبد. كان هذا جنونيا. كان الخاتم في القفل وأحرفنا الأولى عليه. لقد ذهلت، لا أعرف كيف فعلها. كان ذلك مذهلا. بالنسبة لي المجازفة ليست ضرورية في خدعة الثلاث ورقات فحسب، بل في كل لعب الورق والسحر، ومن دونها لا يكون هناك شيء على المحك. الآن أنا في طريقي إلى بانكوك لأجد الرجل الذي جعلني أتحمس لإمكانيات لعب الورق حين تركت المدرسة. إنه الرجل الذي أرجو أن يلهمني لأحول الحيلة إلى أخطر تحد حاولت القيام به من قبل. لأجل تأويل نهائي لخدعة الثلاث ورقات اخترت بانكوك، المدينة التي قابلت فيها رجلا يدعى سيد سومكيد، قضى سنوات في المجازفة بحياته كلاعب ورق مخادع محترف. ما علمني إياه عن التلاعب بالورق وقراءة لغة جسد لاعبي الورق الآخرين ألهمني لأعيش الحياة التي أعيشها الآن. كان السيد سومكيد متورطا في ألعاب ورق سرية غير قانونية، وكان جزءا من مجموعة قضت على نوادي القمار في أستراليا وهونغ كونغ واليابان. بقينا على اتصال منذ إذن، ولكن كلما عدت إلى بانكوك أجد صعوبة في العثور على السيد سومكيد.
فيما عاد لي نصيب الوطني فالقمار غير قانوني في تايلاند وتصل عقوبته إلى السجن لمدة 3 سنوات. رغم هذا يقدر أنه يتم إنفاق 20 مليار دولار سنويا في نوادي القمار السرية ولي نصيب وصلات لعب الورق. والأكثر من هذا تسيطر الحكومة التايلاندية على صناعة كل أوراق اللعب المحلية وتفرض عليها ضرائب كما حدث في أوروبا لمئات السنين. الأمر الأهم بشأن ورق اللعب في تايلاند وفي آسيا هو أنه مصنوع من مواد مختلفة جدا عن المستخدمة في أوروبا وأمريكا. في الغرب نستخدم غالبا ورق لعب مصنوع من الورق أو الورق المقوى، والمشكلة أن هذا الورق ينثني بسرعة ويفقد شكله في مناخ كهذا حيث الحرارة والرطوبة. في الشرق ورق اللعب مصنوع غالبا من البلاستيك الذي يدوم لسنوات وهو متين لا يتأثر بالحرارة والماء والرطوبة ولا يمكنكم تمزيقه، تدوم هذه مدى الحياة. وافق سيد تومكيد أخيرا على أن يقابلني في الحي الصيني في شقة مهجورة فوق سينما قديمة. فهمت أنك تركت الآن الاحتيال بالورق. الأشخاص الذين كنت تلعب معهم هل كانوا أناسا خطيرين؟ كانوا أناسا عاديين، أناسا يعملون ليلا، نساء الليل والمافيا. إن ارتكبت خطأ وأظهر رجل أنه يشك في، أكف عن الغش وألعب بشكل طبيعي. ولكن في بعض النوادي الأجنبية كنت أعرف أنه حتى لو ارتكبت خطأ فلا بأس، لأن الملك يكون تايلانديا ويعرف ماذا يجري. كانوا يأخذون حصة لأنني كنت أعمل لصالحهم. كم كنت تجني من المال؟ أحيانا كان يكسب فريقنا 7 إلى 8 ملايين بات، وتكون حصتي حوالي 1,000,000. هل تفتقد المال وإثارة أسلوب الحياة الذي كنت تعيشه حين كنت تحتال؟ لا، بلغت مرحلة أصبحت فيها ناضجا كفاية لأعرف أن هذا ليس جيدا، لأرى أن هناك أناسا أفلسوا تماما بسبب خداعي. كنت أعرف أنني لو تابعت لكان أمرا سيئا، لذلك توقفت. ما كان مدى أهمية قدرتك على قراءة الناس الذين كنت تخدعهم؟ استغرقت من 10 إلى 20 سنة من مراقبة ردات فعل الناس وعيونهم ووجوههم وحركاتهم لأعرف بالضبط فيما يفكرون في لحظة ما. لدي مهارة في هذا، أراقب ردات فعلهم. إن كانوا يتصرفون بشكل طبيعي لم يكونوا يعرفون أني أغش، ولكن إن ارتكبت خطأ يبدون هكذا. هكذا كنت أعرف فيما كانوا يفكرون. هل يمكنك أن تريني شيئا؟ أجل. يستخدم مخدعو لعب الورق المحترفون عددا من الحركات غير القانونية لضمان فوزهم كما سيرينا سومكيد. واحدة من أقوى التقنيات في كل خدع الورق هي ما يعرف بالتوزيع من الأسفل. فالتوزيع من الأسفل ليسمح لكم بتوزيع ورق من الأسفل لأنفسكم أو للاعب آخر ليس من الأعلى بل من الأسفل. لدينا هنا 3 ملوك، وبينما توزعون الورق تعطونها لأنفسكم أو لشخص تعملون معه في تلك اللعبة، وهكذا يبدو. هذه هي الحركة التي استخدمها السيد سومكيت حين كان يقرأ اللاعبين الذين كان يخدعهم. يوزع أولا 3 ورقات بشكل صحيح من أعلى مجموعة الورق، بينما يتأكد ما إذا كان هناك من يفحص تقنيته، ثم يستخدم خفة اليد ليوزع لنفسه الورقة 4 من أسفل المجموعة. بعد توزيع كل الورق تكون لديه الأوراق التي يحتاجها للفوز، غير مرئي. لم أرها تحدث من قبل أو أي شيء مثلها أبدا. رائع أن أرى سيد سومكيد بعد كل تلك السنوات. من أهم الأشياء التي تعلمتها ليس لعب الورق فحسب، بل قراءة ردود فعل اللاعبين ولغة أجسادهم. جئت إلى بانكوك لتطوير خدعة 3 ورقات لتصبح أخطر تحد واجهته في حياتي. ما أراني إياه سيد سومكيد بخصوص قراءة لاعبي الورق الآخرين ألهمني لأختبر مهارتي في قراءة أحدهم.
ولكن كي يكون تحديا حقيقيا سأحتاج إلى خصم مدرب على إخفاء لغة جسده. وقيل لي إني قد أجد شخصا كهذا هنا ليلة المباراة في ملعب المواي تاي ملاكمة الركل في بانكوك. لا أريد هذه الليلة الاستمتاع بالمباراة، ولكن أريد أن أدرس تقنية المقاتلين لأرى كيف يقرؤون ويتوقعون حركات بعضهم البعض تحت الضغط. قتال المواي تاي يعرف بفن الأطراف الثمانية، حيث يشمل 8 نقاط في التماس الجسدي: اللكم والركل وضربات المرفقين والركبتين. ولكن وراء القتال الجسدي ثمة معركة نفسية. لم أرى شيئا كهذا من قبل. الجو في هذا الملعب متوتر جدا، تشتم روائح مزرعة النمور، هناك موسيقى الحرب مع الإيقاع. الجو متوتر جدا ووحشي جدا. قيل لي في الكواليس عن مقاتل مواي تاي مخضرم، يمكنه أن يخبرني عن الطريقة التي يستخدمها المقاتلون لقراءة بعضهم البعض وإخفاء نواياهم. مرحبا، أنا درومون، كيف حالك؟ أهلا. قاتل نيك نايت الإنجليزي الأصل لأكثر من 10 سنوات وهو الآن معلم. العينان والوجه جزء كبير من اللعبة، قراءة خصمك وكذلك محاولة خداع خصمك وعدم إظهار مشاعرك. مقاتلو مواي تاي التقليديون يحاولون النظر إلى الصدر. حسنا، ولكن تم تعليمي دوما أن أنظر إلى العينين. نسميها تقنية عيني النمر، تجعلك تعرف نواياه. إن نظر إلى الأسفل فهو يستعد لركلة، وإن نظر إلى الأعلى حسنا فهو يستعد للكمة. حسنا، يمكنك أيضا استخدام هذا لمصلحتك، كأن تنظر إلى الأسفل ثم تلكمه. إلى أي درجة من الممكن أن تخفي نواياك؟ لا يتم تعليمي هذا، ومعظم المقاتلين لديهم خبرة أكبر ومباريات أكثر، ويأتي شبان يستمعون إلى الأكبر سنا يتعلمون منهم، ولكنه ليس منهجا تعليميا حقيقيا. شكرا جزيلا لك، أراك قريبا. سررت بلقائك. شكرا. ودعم. أنا متحمس حقا. خبرة نيك كمقاتل مواي تاي تجعله الخصم المثالي للتحدي الأخير. ليس مدربا على إخفاء دوافعه فحسب، بل ويستخدم التوجيه الخاطئ ليضلل خصومه. وقبل أن تنتهي الليلة أود أن أتدرب على ذلك. أود الآن محاولة عمل نسخة جديدة من الحيلة على شخص غير معتاد على إخفاء لغة جسده، وجئت إلى وسط بانكوك حيث تعج الحانات بالناس في ليلة حافلة. كريستا، كيف حالك كريستا؟ سررت بلقائك. أنا ألكا. ألكا، في المرحلة الأولى من هذه الحيلة سأقرأ وجه خصمي. يتعلق الأمر بقراءة الناس، أقصد وجوه الناس. حسنا، وجه لاعب البوكر. هذا هو الأمر، سنبدأ معك. من فضلك قفي وتعالي إلى هنا. حسنا. بالطلب من ألكا أن تنفذ مهمة بسيطة، سأحاول أن أكشف ردود أفعالها. هدوء شديد. الحركات اللا إرادية لعينيها هي التي ستكشفها. سأعطيك هذه، أريدك أن تضعيها في إحدى يديك وراء ظهرك، وحين تكونين مستعدة أخرجي يديك ولا تكشفي شيئا. حسنا. إذن في إحدى يديك. أهناك مرآة؟ لا انقليها من يد لأخرى، وحين تكونين مستعدة مدي يديك. لا تكشفي شيئا. ألقي نظرة، أرني إياها. لا، يجب أن أراها. أجل محق، كيف فعلت ذلك؟ جيد، المرة الأولى. ولكني فعلتها. حاولي مرة أخرى، أود فعل هذا مرة أخرى. أنت بريعة في هذا، تابعي. تابعي المحاولة. لا تكشفي شيئا. سألتمس هذه المرة أي اختلافات في ذراعي ألكا. هذه قراءة العضلات، بوجودها بأحدى اليدين ستعوض إما بإرخاء اليد الأخرى أو شدها بشكل مبالغ فيه. أعتقد أنها في هذه. شكرا، سأحاول مرة أخيرة.
والآن لأجل المراحل الأخيرة تغيير الحيلة. أود تجربة هذا معك كريستا.